مدينة منزل النور من معتمدية جمال تقولكم أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم وبينا في هالزيارة. احنا حبينا باش نكونوا أقرب للمواطنين فيها المدينة هذه باش نشوفوا باش تكون بالحق منزل للنور، والنور يعني الحياة المرفهة، الحياة الباهية، الحياة فيها أبسط مقومات العيش الكريم للمواطن التونسي، ولأن حرصنا باش نكونوا احنا صوت المواطن أينما كان. خليكم معنا في هالرحلة ذي مع مواطني منزل النور. منزل النور أو مدينة داموس كما اسمها القديم هي مدينة جميلة ومدينة عريقة تمتد في الساحل التونسي. حابين اليوم باش نشوفوا ربما الحاجات اللي ناقصة هالمدينة هذه باش يطيب فيها العيش. حابين أول ما ناخذ كلمة من التلامذة من جيل الغدوة من تونس الغد، لقينا أنه عندهم مثلا بعض الصعوبات خاصة في أنه المعهد هذا الثانوي بعيد شوية على المدينة نتاعهم تقريبا حوالي 2 كيلومتر، وبالتالي بدهم يعني ماذا بهم في وسائل نقل ربما اللي باش تضمن رحلتهم اليومية للدراسة. كيما معناها ياسر بعيد على دارنا و ايه لازمتنا ايه ما يعديناش وتبدا تين وحجر وكراهب ماشيه جايه واخنا نحكي يعني مشكلتكم في الثانويه ذي نتاعكم معهد الثانوي انكم بعاد برشا على وسط البلاد. اي وكيفاش في الشتاء؟ في الشتاء كيما عمناول مثلا الكياس بكثر المطر تشق في الوسط وما في يعني وما يعديش ما البنية التحتية حالة حليلة. البيت كيفاش فاضي؟ رجع لكم على الطريق لهنا؟ ايه رجعنا وجي تراكتور البلدية اي روح بينا على الكواب منه. يعني تعرضتوا لمشكلة خاصة في الشتاء، في الشتاء تولي عندكم برشا مشاكل هكا ولا ايه؟ البنية التحتية، البنية التحتية في الليسي معناتها مازلنا برغم الجديد معناها شيء معناتها عامين وشغل الحيوط شقت و شيء حاسه في الشتاء في الصيف سبب المطر حتى يغرق الواحد. يا ابني هذا يعني في الشتاء توليو خايفين حتى على رواحكم في القاعات. الكلاسات كلهم مشقين تاع البيرو مدير زاد بنيه تحتيه هشه. لا هيك قاعد يعاودوا فيه مازالوا. يعني هو عمره عامين وقاعدين تعاونوا فيه. عامين. جاوا تدخل القاعد كله مشقوق. هاك تحب اسالها وقيمه. هذا اللي يصير معنا الوحيد اللي في تونس أنا عامين وتشق حتى جاو يعينوا فيه أقل حاجة يتيح التلامذة معناها تنجم أنت تقرا في الكلاس يتيح عليك الحياة وكمل أنت تصب مطر تلقى مثال ما تنجمش صابت معناها خاطر هو جاي من كما نقولوا وراه أنت تجي من فوق على الجبل تلقى كياس في كل وتين تنجمش حتى تعفس وكمل كان جبل فوقاني تعبى بالماء يهبط لنا هنا تولي يذيب كلها تراب واحد ما تنجمش تروح وكي تصب مطر أكثر ما يجيوش زاد التلامذة أخرى. طيب ومعناتها انتم في وسط المطر تغيبوا؟ ديما غايبين خاطر قوا برشا صعبات حتى تصب المطر يجيو حتى التراكتورات لو يروحوا بينا. حاجه شفناك خارجه من مستوصف ان شاء الله لاباس في منزل النور وان شاء الله ديما صحتكم لاباس. اما لو كان تحكي لي مثلا شو الحاجات اللي تحسها ناقصه شويه منزل النور باش تولي معناتها مدينه باهيه؟ والله العظيم مش نقول لك هي الطبيب يجي نهارين برك في الجمعه. كانت تجي نهار السبت منها قصت ما عادش يجي. كاكاو الدويات متوفرة؟ ساعة متوفرة ساعة ما فماش. معناتها ولي عنده حالة استعجالية حاجة شنو يعمل؟ والله كاك يمشي يدبر راسه في بلاصة أخرى، يمشي هذا بالفلوس ولا الاستعجالي ولا المستير ولا حاجة. يعني الطبيب ماذا بكم شو ماذا بك مثلا ماذا بك الطبيب متوفر كل يوم؟ مش حتى كل يوم، حتى 30 في الجمعة ولا 40 في الجمعة. توا كيما اليوم هاي توا خرج معناها مخر برشا. مصباح جيت نص نهار كامل تقريبا باش تاخذ اخذتش دواك الاخرى كامل خذينا وعندي واحد مش شريه معناها هيك اليد غالي ما شريه هذاك ديما 100% شريه قسم استعجالي ما عندكمش لا ما عندناش نمشيو لبنبلا اقرب.
تلاقينا مع مواطن من حي الحبيزية منزل النور، حب يقول لي بالحق فما برشا مشاكل في الحي هذايا، ربما أبرزها اللي هي كرت على ولده باش يرقد في السبيطار عمره 8 شهور. خلينا نشوفوا أساس المشاكل هذه الكل. عسلامة، أنا أيمن الحبازي من منزل نور، عمري 25 عام، معرس، عندي بيبي صغير عمره 8 شهور. شكينا للبلدية، مشينا للوالي، مشينا لكذا، يجي يشوفونا الحي هذا، لا عنا زيقوات لا عنا ضوء، في الليل واحد يطلع خايف هو مرته هو ذاريه، هاك تشوف في المي كيف نوى الغرم، ما عندناش ريحة زيقوات. اللي جي يقول لك انتم منطقة فلاحية، دخلت سكان الزبله والخروبه، يحبوا يجيوا على الانتخابات، يجي انتخبونا، جات النهضه، جا نداء تونس، جات الناس الكل كاي، يجي انتخبونا، يجي انتخبونا، واحنا هاك تشوف حالتنا حليله اصلا، شطرنا اولادهم في السبيطار، لا واحد متلفت لنا، يجيوا كان في قضيه شهر، شوف الطوابي، شوف حتى الضوء، حط الكلام هنا، يحط الكلام غادي بالوجوه، ضو بالوجوه، انت تخدم في المطار ولا لاباس عليك وعندك شكون يجيو يركبوا الكلامبا، انت ما عندكش ما يحطولكش. هذا شنو صاير فينا؟ لا حب حد حد يتلفت لنا. قلت التلوث هذا الكل معناتها كر على ولدك، انت باش يبيس في السبيطار. والله في السبيطار والناس عمره 8 شهور، هذه ثاني طبيس منزل نور الكل تعرف. ولازمكم حتى السبيطار تشوفوه. جراء التلوث في الحي هذا. التلوث تشوف الغرم، هذو الدنيا سيف وهكا، والله في الشتاء لا تنجم تزوز، والله في الشتاء لا تنجم تزوز، موش متلفت لنا حد حد، لا والي لا معتمد لا رئيس بلدية قبل لا رئيس بلدية تو، كيف كيف. حتى ايوا في الليل كيفاش تعيشوا؟ كيفاش ترجعوا لدياركم؟ كيفاش تخرجوا باش تقضيوا مشواركم؟ تصملك بلاد تخاف والله اغلبيتهم بالتليفون. تفرج انت انبوبه هنا واوزر الانبوبه الاخرى غادي. أيوة. واش معقول واحد يحب يطلع مرته ولا مرته تطلع تقضي ولا تتحاز؟ والله تتحاز، لا تنجم تطلع. وحيك شوف فيه دورة 150 ساكن مش صغير. الحي هذا حبيت نسالك قديم ولا جديد؟ قديم الحي هذا من جدود جدودنا. قديم قديم مش جديد، مش جديد ديجا. احنا نورمالمون بحذانا مكتبة عمومية، ليسي، كولاج، مدرسة، مستوصف، الناس كل تلهاو بها، الا الحي هذا الناس كل ناسين، خاطر ما نعرفش، خاطر احنا زواولية ما عندناش معناتها ميزانية باش نجيبو نعملو لرواحنا، ما نعرفش، ما موش متلفتنا حد حد، تعملوا مزية ارجعوا لنا بالنظر ويجا شوفونا خويا شنو مستحقين ونعاونوكم. ميساج اذا فما مشروع يتكلف ونقولوا احنا 20 30 مليون ندفعوا احنا شويه حومه كامله زاوليه ماناش بسيط، ناس كل تخدم خدام تاع تساهموا معناتها من باب الوعي تساهموا باش يبدا الحي ما باهي. ميساج انتم ساهموا شويه واحنا نساهموا شويه ونشوفوا حل المشكله هذه. تشوف انت صغير كيما لك عمره عامين ولا خمس سنين يلعب في الشارع يجي يمسلك هذا بيديه، ولا لا معقول بالحق مش معقول. حبيت بربي نسألك معناها تقريبا المحيط كامل في هالحي هذايا ماهوش متوفر فيه حتى مرفق فيه بتأثر على السلوكيات نتاع الوليدات ولا على صحتهم؟ تأثر والله تأثر، والله تأثر، والله الأغلبية ناس كل أولادهم في السبيطارات، والله احنا كبار وما نقاوموش، واش خلاك صغير؟ لما حلا ريحة الحقيقة خلينا نكون صادقين، ريحة خايبة على الآخر معناتها موجودة. بيار هنا هاك تشوفوا في الطوابي، الطوابي معناتها تصور انت طابي شنو تلقى فيها؟ تلقى فيها فرح، تلقى فيها احنا الشعب، تلقى فيها كل شيء. الهوايش الكل كي تصور غشيرك انت يطلع يلعب. الحي هذايا محاذي المنطقة فلاحية. محاذي المنطقة فلاحية وبحذانا ليسي وبحذانا مدرسة، اللي يسمع يقول قريب شارع البيئة، محاذي شارع البيئة. شارع البيئة. والبيئة فيها منعدمة. والبيئة فيه منعدمة ما فيش ريحة البيئة جملة. ريحة البيئة ما فيش، ريحة البيئة شارع البيئة بعيد علينا 100 متر، مش بعيد راه 100 متر. شارع البيئة هذا فيه كولاج، فيه مدرسة، فيه مدرسة عمومية، وفيه مستوصف. والبيار والطوابي ولا علاقة، تجي للبلدية تقول لك احنا خويا خاطينا، تجي كذا تقول لك احنا خاطينا. معناتها مهمشين ندورك فيه حي كامل، بيار محلولة كاك، هاك المرة والله غشير شوية لا طاح مات، ما شدوه كان بالسيف، الطوابي هاك تشوفها منا لهنا، الزبلة مطيشة. بوبالة 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 برك، حي فيه 150 ساكن وفيه 45 دار، بوبالة برك هاو نوريها لكم تو، بوبالة برك نتاع زبلة. وين بلديتنا؟ زعيم خلصوا زبلة وخروبة، خلصوا في كذا، خلصوا في كذا وكذا، والرسمي ايجا نعاونوكم. احنا قداش حب تكلف مشروع زيقوات وكياس قداش 100 مليون؟ ندفعوا احنا 50 وانتم تدفعوا 50. قال لك لا اخوي، لا اخوي، يا تدفعوا الكل يا ما نعملوا. علاش مالناش ولاد منزل نور؟ احنا ولاد منزل نور تحبوا كيما تحبوا تنتخبوا رواحكم في الكراسي وفي البلديه وفي كذا وفي كذا، يا سي الوالي، يا سي المعتمد، يا سي رئيس البلديه جديد مرحبا بك، اجا عمل نظره هنا حتى نصيف ساعه، نصيف ساعه وراح على روحك، ما ناخذوش من وقتك برشا.
هذا ملف كبير لازم تطرح قدام قدام رئيس البلديه الجديد وقدام المجلس البلدي. ان شاء الله يا ربي لصوتكم هذا يوصل ان شاء الله. بارك الله فيك يا حي، ان شاء الله لاباس الوليد. عايشك، مرسي عليك، عايشك. معنا مواطن من حي هذايا الحبايزيه اللي موجوده في منزل النور، معنا سي الحاج اللي كما قال هو قال من جراء الاوساخ، من جراء البيئه هذه اللي منعدمه المستحقات نتاعها في الحي هذايا. قعدت بنته مريضه شهرين وتوفيت بكل الالم الحقيقي عبر لنا. لو كنت تحكي لنا كيفاش ساعة البركه فيك سي الحاج. نعم البركه فيك وربي يصبركم ان شاء الله. عايشك يا رحمة والدي. لو كنت تقول لي كيفاش، قلت لي انت من جراء الوسخ في الحي هذايا بنتي توفيت، نحب نفهم توفات شنو عملوا من الصينيه زي مي ومن الغبار زي تاع البيوت هذا. جيت كالبير قال لي خويا ما عنديش وين نحط ونسخ وهزقوات هذه الحقيقه بالحق. هو الحي لا محاله ما من عنده 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 وين يحط يعمل بير فميك الداخل. ما حبش يعمل بير فميك، ما حبش يعمل ولا حل فميك وسايبه من هنا. وهي كانت حساسه شويه دونك هذاك علاش توفيت من جراء جرثومه. قلت لي من جراء تلوث جرثومه وتوجهنا للبلديه وال والمعنيين بالامر الكل. البلديه ما زارتكمش لهنا، شافتكم شو ناقصين البلديه؟ قلت ما نزلنا ما نعملوش خاطر تابع للبهنا. اي تابع للبهنا، ما نزلنا نعمل لكم شيء تو. زبله وخروبه حومه كامله عندنا بوبالا برك نتاع زبله، ماهمش متلفتين. تصور حومه فيها 50 دار و 150 ساكن، ماهمش متلفتين. اجا شوفونا كل حل، اجا شوفوا ما حبش ينا حد وما حبش يسمعنا حد. بقول لك يعني انت تحمل مسؤوليه ربما البلديه ما هي اتش الحياه ذايا انها كانت سبب ربما في وفاه بنتك اللي هي مريضه، ولكن وضعيتها حساسه والمحيط حولها ما ساعدهاش باش تشفى. الله والله العظيم تو هذه عندي بيت، تو عندي بيت مع نص الليل بعد نص الليل نقول لك يتبدل الطقس، الريحه تطلع من فميك، تطلع من فم الريحه، ريحه خايبه وشويشه. اي الو شويشه كي من غير مثقو اغلبيه صغار كل في من غير حساب الوشوش هيك البيت. معنا حفيدك طليل. طليل حبيت باش تقول كلمه، لو كان تقول شنو حبيت تقول بابا؟ نحن ما نحبوش نموتوا كيما خالتي، ما نحبوا نعيشوا. كلمه بالحق توجع برشا برشا برشا. طليل ما يحبش يموت، علاش طليل؟ ما خاطر الساقي والواحد وسخ نسخ اللي في الحي هما اللي قتلوا له خالته. طلال يحب يعيش، هذا شنو قال؟ قالك ما نحبوش نموتوا كما ماتت خالتي من جراء الجراثيم اللي سايره في ربي يخليك طلال، وان شاء الله يحفظك ربي. ان شاء الله يا ربي البلديه نتاع منزل النور تتلفت بالحق بالعين اللي يلزمها تخزر بها للحي هذا، حي الحبايزيه يلزموا بالحق يتلفتوا له بعين الرحمه، خاطر اطفاله اطفال الحي هذا على بلساننا. طلال قالك نحبوا نعيشوا ما نحبوش نموتوا كما ماتت خالته اللي تو كان يحكي عليها الحاج. بالحق وضعيه لازم 7 شهور من توفيته. قالت لي كبيره في قلوبكم. الله غلط خلات بلاصتها في الحومه بالحق، خلات بلاصتها الله يرحمها. اكلكم ندعو لك رب الرحمه الله يرحمها، وربي ان شاء الله زاد كيف انتم يرحمكم وانتم حيين. ان شاء الله ترحمكم البلديه بالعنايه اللي يلزمها بالحق تترحم بها الامثال الاحياء هذه. ان شاء الله يا ربي مجلس بلدي جديد كما قلنا، وان شاء الله تخدم الناس خدمتها. ان شاء الله ان شاء الله عايشك تلال، عايش ولدي. تحب تعيش؟ ايه. من جيل غدوة، جيل غدوة اللي عنده حق علينا يلزمنا نقفوا معاه.